بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، برحب فيكم في هذا الدرس اللي إن شاء الله تعالى راح نكمل فيه الدرس اللي بدأناه في المحاضرة الماضية، اللي هو بيحكي عن الهيستوغرام اوف ان ايميج. في المحاضرة الماضية حكينا بشكل عام ايش هو الهيستوغرام، وحكينا انه عبارة عن فيجر او جراف بيمثل اللي هو تكرار البيانات في أي شيء موجود في اللي هو في الطبيعة، أو في نفترض في توزيع السكان، أو في أعداد نفترض اللي هو الطلبة في تخصصات الجامعة. فالجراف من خلاله إحنا بنقدر نستنبط أو نستخرج بيانات، تمام؟ ممكن هذه البيانات تكون مكتوبة على شكل نص أو موجودة على شكل أرقام، لكن هذه الأرقام وهذه النصوص رح نحولناها لفيجر أو لجراف من خلاله. إحنا ممكن من النظرة الأولى لهذا الجراف نستنبط أو نستخرج مجموعة كبيرة من البيانات. حكينا إنه الإيمج، تمام، ممكن إحنا نيجي نعملها هيستوغرام، وطبعا راح نعرف إن شاء الله تعالى في هاي المحاضرة إيش إحنا راح نستفيد من هذا الهيستوغرام، إيش المعلومات اللي إحنا ممكن نستخرجها لما إحنا نطلع على أي هيستوغرام لإيمج، تمام. الآن حكينا كمان الهيستوغرام بيتكون من محورين، دائما محور الإكس ومحور الواي. محور الإكس بيكون فيه اللي هو الفئات، تمام. هنا احنا بدنا نحكي عن فئات الألوان، عن فئات الألوان، يعني عندي أنا فئة اللون الأبيض واللون الأسود، قديش تكرار اللون الأبيض في الصورة وقديش تكرار اللون الأسود في الصورة إذا كانت الصورة 1 بت. إذا كانت 2 بت راح نلاقي إنه أنا في عندي 4 فئات، 3 بت راح يكون في عندي 8 فئات، والقاعدة حكينا اللي هي عبارة عن 2 أس إن، 2 أس إن من خلالها أنا بقدر أعرف اللي هو، أو بقدر أرسم الجراف من خلال اللي هو الكالر ديبث اللي ممكن يكون موجود عندي. حكينا كمان شغلة عن الهيستوغرام للإيمج المونوكروماتيك أو المونوكروم إيمج، اللي هي الصورة أحادية اللون. طبعا الصورة أحادية اللون اللي هي بتكون مكونة من لون أبيض وأسود، أو أبيض وأحمر، أبيض وأخضر، أو أسود وأبيض مثلا، أسود وأحمر. فبالتالي أنا هنا بقدر أطلع من هاي الصورة اللي هي المونوكروم، حيكون في عندي بس قيمتين، قيمة اللون الزيرو اللي هو البلاك، والون اللي هو الوايت. في اللون مثلا لو أنا أخذت الريد كمونوكروم، ممكن يكون اللي هو 1 هو اللون الريد، والزيرو هو اللون البلاك. أخذنا مثال كيف إحنا ممكن نحول أي صورة. طبعا إحنا بناخد أمثلة بسيطة واضحة، لأنه لما نيجي نحكي عن مثلا صورة 1000 بكسل في 1000 بكسل راح يكون فيها مليون بكسل، فمش منطقي إن أنا أمسك صورة فيها مليون بكسل وأبدأ أعمل لها الهيستوغرام. هذا الكلام بيتم إنشاؤه بشكل اللي هو بشكل يعني تلقائي أو بشكل برمجي في برامج معالجة الصور. لكن ايش هو الهيستوغرام؟ هذا اللي هو الهدف من المحاضرات، وايش احنا ممكن نستفيد منه بعد هيك في كاستخراج بيانات، وايش ممكن نستفيد منه كمان في موضوع معالجة الصور، تمام، كتطبيقات على معالجة الصور. هنا في عندي هيستوغرام، حكينا البلاك بيكون موجود على اقصى اليسار والوايت بيكون موجود على اقصى اليمين. في ممكن يكون الهيستوغرام للصورة اللي هي الـ RGB، حيكون في عندي بالشكل هذا هيستوغرام على برنامج الفوتوشوب. طيب الآن حكينا بشكل مفصل عن اللي هو المونوكروماتيك هيستوغرام، نيجي نحكي برضو بشكل الآن شوية موسع عن موضوع الكالر ايمج، الهيستوغرام للكالر ايمج. لو كان في عندي صورة مش أسود وأبيض، مش أحمر وأسود، مش أخضر وأسود، صورة colored، صورة ملونة. طبعا الصورة الملونة بتتكون من اللي هو الخليط زي ما احنا بنعرف من الـ R والـ G والـ B، إذا أنا كنت بستخدم الـ RGB color model، وإذا أنا كنت بستخدم الـ CMYK راح تكون مكونة من الأربع ألوان الأساسية، السيان والماجنتا واليلو والكي color اللي هو البلاك. لما انا بدي اجي اكون او اشكل الهيستوغرام لصوره ملونه كالر ايمج، راح الاقي انه الهيستوغرام او حيكون عندي على شكل 3 separate histograms، 3
هيستوغرامز، ثلاثة اللي هو تشارتس، ثلاثة هيستوغرامز بيكونوا الصورة، للآر هيستوغرام، للجي هيستوغرام، وللبي هيستوغرام، إضافة لكمان اللي هو هيستوغرام بيكون ماخذ الثلاث ألوان مع بعض زي ما شفنا هنا، هاي الآر هيستوغرام، وهي في عند الجي هيستوغرام، وهي في عند البلو هيستوغرام، إضافة إلى أنه في عندي أنا اللي هو الار جي بي كاملة مع بعض، جمعت الثلاث ألوان وأعطتني إياهم في هيستوغرام واحد كملخص عن الهيستوغرام اللي موجودة. طيب الآن كل اللي هو المعلومات اللي موجودة عن اللون في الصورة الار جي بي راح نعتبرها في الار معلومات منفصل عن المعلومات اللي في الجي، منفصل عن المعلومات اللي في البي، ونروح احنا نمثلها. نطلع في هاي الصورة، لو احنا رحنا فصلنا تمام راح نلاقي هاي اللون البلو وهذا اللون الجرين وهذا اللون الريد. طيب هل هذا اللون هو فعلا بلو وهذا اللون فعلا جرين وهذا اللون فعلا ريد؟ احنا اللي بنحكي انه هذا اللون هو درجة البلو في الصورة، درجة اللون البلو في الصورة. يعني الآن المنطقة هذه اللي هي لونها أسود هنا، المنطقة هذه اللي باللون الأسود تمام، هذه درجة البلو في الصورة بتكون زيرو، يعني فش هنا بلو تمام. لكن المنطقة اللي لونها أبيض بالشكل هذا بيكون اللون اللي فيها البلو فول كلر، يعني إذا كانت أبيض صافي تمام بتكون فول كلر. وما عدا ذلك مثلا نفترض هذه المنطقة بده يكون فيها عندي أنا اللون البلو النص 125 تمام، فهذه هو درجة وجود أو درجة اللي هو اللون الأزرق في الصورة. طبعا طلع لي على شكل بلاك أند وايت تمام، أو جري سكيل، جري سكيل ايمج، لكن هذا الجري سكيل هو بيكون لي درجة تواجد اللون الأزرق في الصورة. نيجي هنا اللون الجرين، اللون الجرين في المكان هذا اللي هو اللي هنا، لاحظوا هاي هذه الصورة عندي أو هذه المنطقة اللون أخضر وهذه المنطقة اللون أخضر، لاحظوا اللون أخضر راح أعطاني بداله لون أبيض، أبيض معناها 255، لأنه إحنا عارفين على الشمال، على الشمال في الصورة أو على الشمال في الهيستوغرام حيكون عندي القيمة صفر، والقيمة صفر هي بلاك في الصورة المونوكروماتيك صح؟ وفي القيمة 255 هي القيمة الوايت في المونوكروماتيك. طيب لو أنا الآن أخذت الصورة هذه جرين حيكون بدل الوايت إيش؟ جرين، والجرين الفول كلر من الجرين تمام اللي هو بيكون هاي ساتوريشن اللي هو الإشباع عالي حيكون قيمته 255. الآن المنطقة اللي فيها أسود زي هيك وكأنه بيحكي لي إنه هذا المكان ما فيش فيه جرين، هذا ماخذ صفر، صفر من الجرين، يعني هو مش أنا مش مستخدم فيه الجرين أو مستخدمه بدرجة بسيطة جدا في الصورة. طيب المنطقة اللي بتكون فاتحة زي المنطقة هذه بيكون مستخدم فيها الجرين كتير ولا صغير او قليل؟ بيكون مستخدم الجرين فيها بشكل كبير جدا، يعني ممكن هذه المنطقة تكون مخدالي اللي هو جرين نسبة 200. لاحظوا هاي هذا جرين، هنا هذا جرين، لكن هنا الجرين غامق، غامق تمام مدموج معه أسود، فبالتالي لو طلعت في هذا المكان راح ألاقي أنه رايح على السواد، فممكن هذا يتمثل في المنطقة اللي موجودة في هذا المكان، أنه في جرين لكن جرين غامق، جرين الأسود طاغي عليه أكثر، ماخذ جرين اللي هو الشيد، اللي هو الشيد تبع الجرين، مش الكلر اللي هو الفول كلر من الجرين. طيب نيجي نطلع على الريد، أنا بفترض أنه المنطقة اللي فيها برتقالي، لون برتقالي هي اللون اللي فيها ريد اكثر، وهي في عندي هنا لون ريد اكثر. لاحظوا المنطقه هذه، المنطقه هذه لو جيت انا طلعت عليها هنا راح الاقي انها فاتحه، فاتحه معناها اللون الاحمر هنا ممثل او مستخدم كثير، هنا اللون الاحمر يعني يفوق ال 200 مثلا تمام، هنا اللون الاحمر برضه شائع في المكان هذا. طيب هنا في لون احمر، هنا فيش لون احمر
تمام، او انه يعني نحكي مش في الشيء، انه اللون بيكون خفيف جدا اللون الاحمر. طيب في اللون الاخضر هذا نطلع موجود فيه لون احمر؟ موجود فيه لون احمر. في اللون هذا الاصفر تمام او البرتقالي هذا موجود فيه لون احمر؟ موجود فيه لون احمر. ليش؟ لانه هنا عندي فاتح. لكن درجة وجود اللون الاحمر مين اكثر، في المكان هذا ولا في المكان هذا؟ لا، بيكون في المكان الفاتح. الفاتح بيكون فيه احمر او ريد اكثر، تمام. لكن الغامق هنا بيكونش فيه احمر، او بيكون الاحمر خفيف، تمام، بيكون رايح اللون على الاسود، تمام. نشوف هذا الكلام مباشرة او على صورة على الفوتوشوب. هاي عندي مثلا هاي الصورة، عندي هاي الصورة، ونيجي على الفوتوشوب نعمل ويندو. في عندي حاجة اسمها channels، خليها عندنا هنا، واجيب الهيستوغرام كمان عشان نفهم الصورة اكتر، تمام. الوقت انا عندي الصورة في الchannels، في عندي الريد والجرين والبلو. انا بفترض انه المنطقة هذه اللي هي الريد، المنطقة هذه لونها احمر، فبالتالي حلاقيها في الريد ابيض، في الشانل بتاعت الريد ابيض. راح اطفي الار جي بي واخلي فقط الريد، اخلي فقط الريد. نلاحظ هنا، وهي كمان في اللي هو الهيستوغرام، بدي فقط الريد، تمام. لاحظوا هنا اللون الريد في الصورة، هنا الاحمر مستخدم، تمام. طيب نيجي للصورة نشغلها، بس بدي هاي الصورة اللون الأحمر فيها في هذا المكان مستخدم، مستخدم هنا، مستخدم هنا. طيب في اللون الأبيض نلاحظ إنه الريد جاي ولا مش جاي؟ طيب وكتير كمان، ليش؟ إحنا في الصورة في لما يكون الكلر موديل ار جي بي، حكينا قبل هيك عشان بس تكون الأمور أوضح، طالما انا باجي بحكي انا في اللون الاحمر بدي الاقي الاحمر قباله فاتح. طيب وليش انا لقيت اللي هو اللون الابيض، رغم انه انا لو بدي اطلع فيه هيك فيش فيه لون احمر، تمام، لكن لقيته برضه اللون الاحمر اللي فيه فاتح، فهو انه كانه ماخذ احمر 255. ليش؟ لانه احنا قلنا تمثيل اللون الابيض في الار جي بي بيجي من خلط الثلاث الوان الاساسيه، مش من طرحهم، من خلطهم. يعني عشان امثل لون ابيض على الشاشه بدي اضوي اللي هو الريد فول كلر، والجرين فول كلر، والبلو فول كلر، تمام. فبالتالي اللون الابيض هذا تكون من الريد وبنفس القدر من الجرين هيو، وبنفس القدر من البلو. ف 255 مع 255 مع 255 حيعطيني اللون اللي هو اللون الابيض اللي موجود على الشاشه. طيب نسيب اللون الابيض ونطلع في الالوان الثانيه. هنا في لون احمر وهنا في لون احمر، نقدر نعرف من الانستغرام او بنقدر نعرف من التشانلز. نيجي نطلع هنا في لون احمر، في لون احمر. لا، طالما انه جايب لي اللي هو التمثيل فاتح، معناته هنا اللون الاحمر موجود بكثره، هنا اللون الاحمر موجود اقل، هنا اللون الاحمر موجود كثير جدا او باعلى درجاته، تمام. هنا اللون الأحمر موجود لكن بشكل قليل لأنه أقرب للأسود. فكل المناطق الغامقة اللون الأحمر اللي فيها بيكون قليل، كل المناطق الفاتحة بيكون الأحمر كتير جدا. لاحظوا الوجه، تمام، في أحمر، طلع على الوجه في أحمر وبدرجة كبيرة في المناطق هذه، هي المناطق هذه فيها أحمر بدرجة كبيرة جدا. ونطلع على الهيستوغرام تبع الأحمر، رايح كله جهة اللي هو إيش، جهة اليمين، جهة اليمين. وهذا الكلام اللي راح نشوفه كمان شوية، ايش احنا بنستفيد من هذه الصورة، او ايش بنستفيد كمان من الهيستوغرام، كيف بنقدر نقرأ الهيستوغرام. طيب نيجي للون الثاني اللي موجود في الصورة اللي هو اللون الجرين، ونتطلع وين انا ممكن اشوف في عندي اللي هو جرين كتير في المناطق الفاتحة. هنا هذا الكلام الابيض اتفقنا عليه، نستثنيه شوية. نيجي هنا في جرين، في جرين، هنا في جرين فاتح كتير يعني، تمام. هنا الجرين اخف شوية. طيب نيجي للبلو، طبعا هنا منفعش انا اطفي الثلاثة، عشان هيك انا باجي مثلا بدي البلو،
كانت الريد شغالة وبدي البلو، راح أشغل البلو بعدين أطفي الريد عشان يضل يجيب. لاحظ البلو معدوم تقريبا، تقريبا نيجي نحكي إنه غامق جدا هنا معناته معدوم ماشي، وهنا أسود معدوم ماشي، هنا مستخدم بشكل كبير جدا، هنا مستخدم بشكل قليل، هنا مستخدم بشكل يعني تقريبا النص أو أكتر شوية. فبهيك أنا من الفرز الألوان عرفت، أو من فصل الألوان من التشانلز عرفت كيف أو إيش المقدار اللي أنا مستخدم اللي هو فيه اللون في هاي الصورة. طيب لو رحت أنا للي هو CMYK color، أنا حولت الآن الصورة ل CMYK، لاحظوا راح فصل لي أو جاب لي هنا أربعة هيستوغرام، للسي هيستوغرام وللأم وللواي وللكي، تمام؟ طيب هاي السي، وراح اجي انا اطفي كل حاجه واجي هنا، هاي السيان تمام، وهي اللي هو اللي لما اجي انا افصل اطلع الماجنتا لحاله قديش نسبه في الطباعه راح يطلع تمام، وهي اللي هو اليلو، وهي اخر شغله البلاك تمام. طبعا في اللي هو في السي ام واي كي الموضوع شويه مختلف عن ار جي بي، لانه حكينا احنا في عندنا كلر مود سبتراكتيف والاديتيف، الار جي بي اديتيف والسي ام واي كي سبتراكتيف، فهنا بده ربط الموضوع بالموضوع السابق عشان نفهم موضوع فرز الالوان اللي موجود في السي ام واي كي. نرجع نستكمل، نلاحظ انه انا من هذه الصوره والهيستوغرام تبع كل صورة منهم أنا قدرت أعرف قديش درجة تواجد هذا اللون في الصورة. لو طلعت على هذا درجة تواجد اللون البلو في الصورة كتير ولا قليل؟ لاحظوا رايح جهة الصفر، رايح جهة البلاك، جهة الشمال، معناته درجة وجود اللون البلو في الصورة قليل. لاحظوا هنا درجة وجود اللون الجرين في الصورة تقريبا تقريبا يعني متوسط، لأنه مش كله رايح زي هذا جهة الشمال، جاي من بعد النص شوية جهة الشمال، لكن درجة الريد في الصورة متزن تمام، موزع على كل الهيستوغرام، فبالتالي هنا الريد موجود تقريبا في كل بكسل في الصورة تمام، مش زي البلو ولا زي الجرين. هاي في عندي الصورة، هذه الصورة هي الهيستوغرام تبع الريد اللي فيها تمام، هاي الهيستوغرام تبع البلو، وهذا الهيستوغرام تبع تاع الجرين، وهذا تبع البلو، وهي الهيستوغرام اللي هو الار جي بي كامل، وهذا الكالرد هيستوغرام. طبعا من الفوتوشوب كيف بدي اجيب الكالرد هيستوغرام، انا اعمل تراجع عشان ارجع للار جي بي، في عندي في الار جي بي اللي هو كامل، وفي عندي تحت كالرز، فجاب لي الان مفصلين كل واحد فيهم ايش الهيستوغرام الخاص فيه. الان لما بدنا نيجي نطلع احنا على هذا الهيستوغرام، ايش المعلومات اللي راح نقراها او نستنبطها من الهيستوغرام؟ هنا بيحكي لي انه a mere look at the histogram reveals important factors regarding its image، يعني مجرد انه انا القي نظره اولى على هذا الهيستوغرام يفترض انه في عندي فاكتورز، في عندي شغلات لازم اعرفها من الهيستوغرام هذا. اول حاجه الايمج برايتنس، إضاءة الصورة، قديش الصورة مضوية ولا الصورة معتمة؟ نيجي نطلع على هذا اللي هو الهيستوغرام، هذه الصورة لو طلعت عليها هي الصورة اللي هو دارك ايمج، صورة معتمة، صورة مظلمة، تمام؟ فيش فيها برايتنس كتير، فلاحظوا أنا لقيت إنه الهيستوغرام كله رايح جهة الشمال، جهة اليسار، فبالتالي كل ما لقيت الهيستوغرام رايح جهة اليسار أنا بقدر أعرف إنه هذه الصورة نفترض مصورة بالليل مثلا، أو فيش فيها إضاءة كافية في هذه الصورة، أو إضاءتها معدومة تمام من الهيستوغرام. نطلع على، طبعا أنا ما بحكيش الآن عن هل الصورة موزعة صح ألوانها صح، لا أنا بحكي عن شغلة واحدة اللي هي الإيمج برايتنس. لو طلعت هنا حلاقي الهيستوغرام كله رايح جهة الرايت، جهة الرايت، فبالتالي هذا الهيستوغرام راح يكون لإيش؟ لبرايت إيمج، برايت ايمج، هاي الصورة لاحظوا اضاءتها شديدة، يمكن احنا شايفينها ابيض، الاضاءة شديدة جدا، واي صورة انا بصورها باضاءة شديدة جدا راح الاقيها متجهة للون الابيض حتى لو كانت ملونة والوانها مبهجة بشكل كبير جدا، لكن الاضاءة العالية راح تعكس
كمية ضوء عالية على اللي هو الأوبزيرفر اللي هو عين الإنسان أو الكاميرا، عدسة الكاميرا، فبالتالي الضوء الكبير اللي راح يرجع على عدسة الكاميرا راح يتشكل كلون أبيض، تمام؟ فكل الأسطح هذه حتعكس لون أبيض، فبالتالي هنا أنا عرفت إنه هاي الصورة معتمة وهاي الصورة مضيئة. نرجع ونشوف، طلعوا في الهيستوغرام حتلاقوا إنه الآن الصورة وقت الغروب، تمام؟ إنه ما فيش فيها إضاءة كتير، مش رايحة على الآخر، تمام؟ لكن برضو مش على اليمين، فبالتالي الإضاءة مش متوسطة، الإضاءة تقريبا بدأت تقل بشكل كبير جدا. لو طلعنا هنا، تمام؟ طبعا هنا الهيستوغرام مش موجود أو مش مبين كتير، نطلع على الصورة اللي موجودة عندنا على الفوتوشوب اللي احنا بنشتغل عليها. هاي الصورة، نطلع على الكلر مود اللي هو الهيستوغرام تبع الكلر كلهم، راح ألاحظ إنه الصورة أو الإشي جاي في النص، فبالتالي في اتزان في الإضاءة، تمام؟ يعني الإضاءة هنا تقريبا بنقدر نحكي عنها إضاءة طبيعية، لأنه المنطقة المرتفعة أو التركيز كله موجود في الوسط. فبنيجي بنحكي انه اذا انا لقيت if the histogram values are concentrated toward the left، اذا كلهم جايين على الشمال معناته انه الصوره داركر، الصوره معتمه، لكن اذا كانوا concentrated toward the right اللي هو رايحين كلهم على اليمين هلاقي انه الصوره مضيئه اللي هو lighter، تمام؟ فيها اضاءه اكثر. انا بحكي عن الجنرال ايديا، يعني نظره عامه. هذا الكلام انا في التصوير بهمني، يعني انا لو بدي اجي اصور صوره وقبل ما انا اخذها واروح فيها انه خلاص اطلع من المكان اللي بصور فيه، ممكن اجي اطلع على في الكاميرا موجود الهيستوغرام تبع اي صوره، بفهم منه هل البرايتنس هذه كويسه حتساعدني بعديك في المعالجه ولا حيكون فيها اشكاليات، وبدي افترض انه بكره بدي ارجع في نفس الوقت عشان التقط صوره افضل من هاي الصوره اللي انا التقطتها، ممكن انا بدي اغير اللي هو زاوية اللقطة اللي أنا أخذتها، ممكن بدي أغير مكان تواجدي عشان أخذ لقطة أفضل. هذه من اللي هو التطبيقات البسيطة على موضوع الهيستوغرام. طيب الشغلة الثانية يمكن أنا أفهمها من الهيستوغرام اللي هو الكونتراست، وحكينا الكونتراست هو عبارة عن إيش؟ اللي بنحكي عنه التباين اللي في الصورة، وإحنا دائما في أي صورة لازم يكون فيها بنحكي شغلة اسمها good contrast، في تباين في الصورة، في عندي كمية من الألوان الفاتحة والألوان الغامقة اللي هي أو الألوان المتقابلة موزعة بشكل صحيح. الصورة لازم تكون دائما high contrast. طيب كيف أنا بدي أفهم الكونتراست من الهيستوغرام؟ الهيستوغرام لما يكون في عندي البكسل counts evenly cover a broad image اللي هو a broad range of a grayscale level indicates an image with good contrast. يعني بشكل بسيط جدا، إذا كان عندي أنا الألوان موزعة على كل الهيستوغرام بشكل متساوي تقريبا، يعني evenly، بل أقول إنه هاي الصورة high contrast. هاي الصورة لاحظوا إضاءتها موزعة مرتبة، الألوان اللي فيها ما فيش فيها أي مشكلة. برضو هذه أداة مهمة جدا في معالجة الصورة، أداة مهمة جدا في التقاط الصورة، إن أنا أخذ نظرة عامة عن الصورة قبل ما أطلع من الجو اللي أنا صورت فيه. ليش؟ لأنه العدسة يمكن مش عدسة أو شاشة الكاميرا ممكن ما تظهر ليش الصورة بالدقة المطلوبة بالجودة والإمكانيات اللي بتظهر فيها على الشاشة العادية، فبالتالي أنا بلجأ للهيستوغرام عشان أفهم الصورة، خصوصا لو كنت انا بدي اخذ لقطه لشغله بتتكررش كتير، مش بشكل سهل انا بدي ارجع للحدث اللي صار والتقط هذه الصوره، تمام؟ فبالتالي اذا كان اللي هو البكسل كاونتس اللي هو عدد البكسلات موزع ايفنلي بشكل متساوي على كل اللي هو الرينج بنحكي عنها جود كونتراست، لكن اذا كان البكسل كاونت رايح مثلا في مكان محدود سواء على اليمين او على الشمال او في الوسط، تمام؟ لاحظوا هنا انا مش مهتم انه جاي على جهه الابيض ولا جاي جهه الاسود، لا هو مركز في مكان واحد وباقي اللي هو الالوان او باقي الليفلز من الجراي هنا وهنا فيش فيها اشي،
بالتالي او انه يكون صغير قليل جدا او معدوم، فبقول هذه الصوره لو كونتراست. هذه الصوره لاحظوا فيش تفاصيل فيها، مش مبينه صح، هي ريشه ممكن تكون ممتازه لكن بدها تعديل في زاويه الكاميرا، بدها تعديل في الاضاءه على اساس انا اقدر اخذ صوره تكون هاي كونتراست. تمام، فانا كمان معلومه ثانيه رحت عرفتها من خلال الهيستوغرام مباشره، ان انا عرفت الكونتراست تبع هاي الايمج. تمام، وهذه شغلة برضو زي ما قلنا تطبيقاتها العملية كثيرة جدا. الشغلة اللي بعدها موضوع الساتوريشن أو الساتوريشن إيفكت، اللي هو الإشباع تبع الصورة، قديش الصورة هل هي مشبعة ولا غير مشبعة من الألوان، يعني ماخذة حقها من هذا اللون من 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 الألوان الأصلية الـ RGB مثلا، ولا لا في مشاكل فيها. الآن لو أنا لقيت اللي هي الصورة اللي موجودة عندي، هذه الصورة اللي هي بنسميها saturated، صح؟ أنا قلت أساس إنهم متركزة في المنطقة، في منطقة واحدة ممكن تكون فيها مشكلة اللي هي الكونتراست، فيش فيها كونتراست، لو كونتراست، لكن كساتوريشن هي الآن الصورة صح متركزة هنا لكن مشبعة من هاي الألوان. لاحظوا الألوان يعني ماخذة بكسلات كتير، ماخذة هذا اللون ماخذة هذا اللون وماخذة هذا اللون، فبالتالي درجة إشباع الصورة من الألوان الأساسية اللي موجودة فيها بيكون عالي إذا كانت الصورة ماخذة رينج مرتفعة. تمام، لاحظوا على اللي هو بنسميه السبايك ات ذا ماكسيمم، تمام، للجري ليفل اللي هو عدد البكسلات او تكرار البكسلات الموجوده واصل حد عالي. تمام، في الهيستوغرام، فبالتالي انا هنا فهمت انه انا في عندي ساتوريشن في الصوره. طبعا الساتوريشن هذا احيانا بيكون يعني او بيطلع بسبب انه في عندي مشكلة في المعالجة، يعني أنا إذا لقيت إنه في مشكلة في الساتوريشن ممكن يكون من التصوير، وممكن يكون في عندي خلل في معالجة هذه الصورة. تمام، فبدي أقارنها مع الأوريجينال إيمج اللي هو الصورة قبل ما أنا دخلتها على الفوتوشوب وقبل ما عالجتها كيف وضع الساتوريشن فيها. طيب، من الكلام اللي حكيناه تمام عن موضوع الهيستوغرام للكلر إيمج، حكينا اللي هو الهيستوغرام للكلر ايمج اللي هو موزع على ثلاثة هيستوغرام، حكينا انه الصور هذه اللون الاسود ايش بيمثل، اللي هو عدم وجود اللون الاخضر في الصورة، اللون الفاتح بيمثل وجود اللون الاخضر في الصورة بنسبة كبيرة جدا، حكينا كيف او ايش الشغلات اللي احنا ممكن نقرأها من الهيستوغرام تبعت اللي هو الصورة، قلنا عن البرايتنس وبرضه عن الكونتراست للايمج، وحكينا كمان عن الساتوريشن. الآن من هذا الكلام مطلوب منكم ثلاث شغلات. الشغلة الأولى بدنا ندور على صورة، أنا مش بديش الصورة، تمام، أنا بديش الصورة، بدي تبحث عن صورة يكون الصورة يعني لايت ايمج، مش دارك ايمج، لايت ايمج، وتجيبوا لي الهيستوغرام تبعها. كيف نجيب الهيستوغرام؟ ندخلها على الفوتوشوب، وزي ما شفنا في المحاضرة نروح من اللي هي القائمة ويندو ونجيب الهيستوغرام هذه، تمام، ونحط ونيجي نصور الشاشة الصغيرة، نقول هذا هيستوغرام مثلا لبرايت ايمج. تمام، الشغلة الثانية بدنا نجيب كمان اللي هو هيستوغرام اوف ا جود كونتراست ايمج، يعني بدي ادور على الجوجل على صورة تكون بيرفكت اللي هو الكونتراست التباين فيها عالي جدا. قلنا هنا كيف انا بدي اقدر اعرف انه التباين عالي ولا مش عالي، تمام، انا بدي صورة بتباين عالي، فبدنا طبعا انا بحكي عن كلرد ايمج، بدنا ندور على صور ملونة، فندور على صورة نحطها على الفوتوشوب نشوف هل الكونتراست عالي، اذا مش عالي نروح ندور على صورة مختلفة او صورة غيرها. وطبعا يفترض انا في بحثي على جوجل اقدر يعني اخمن انه هاي الصورة ممكن تكون هاي كونتراست ولا لو كونتراست. طبعا هذا بيعطيني بعد هيك نيجي نحكي فكرة ممتازة عن الصورة اللي انا بدي التقطها او الصورة اللي بدي اعملها داونلود من الانترنت عشان ادخلها على المعالجة عندي او استفيد منها كعملية معالجة. هاي شغلتين، بدي بس الهيستوغرام من الفوتوشوب ما بديش الصور. الشغلة الثالثة
هاي عندي هيستوغرام لصورة، تمام؟ ايش المعلومات اللي انتو قادرين تقروها من هذا الهيستوغرام؟ يعني حطوا هذا الهيستوغرام في اقبالكم وتعالوا شوفوا ايش وضع البرايتنس، ايش وضع اللايتنس او البرايتنس، ايش وضع الكونتراست في الصورة، ايش وضع الساتوريشن الموجود في الصورة، تمام؟ يعني ايش في معلومة انتو قدرتوا تطلعوها من الهيستوغرام؟ اكتبوا لنا هذه المعلومات. طبعا بنكتبهم في ملف وورد او بنكتبهم على ورقة وبنصورها، فيش اي مشكلة، وبرضه بنسلم في الوقت المحدد، يعني خلال يومين يفترض نكون مسلمين هذا الكلام، على اساس انه في المحاضرة الجاية ان شاء الله تعالى راح نحكي عن اللي هو كيس ستاديز، يعني حالات عملية من خلال اني اعرض هيستوغرام واشوف ايش انا بفهم منه ونحلل كل هيستوغرام منهم. طيب النقطة الأخيرة اللي حنحكي فيها اليوم اللي هي الدروباك. ايش بنقصد في الدروباك؟ الآن هذه الشغلة ممكن تكون يعني بنيجي نحكي شغلة بتحد أو بتقلل يمكن أحيانا من أهمية الاعتماد على الهيستوغرام تبع صورة. هالوقت لو طلعت انا على الصور الثلاثة اللي موجودة عندي، الصور الثلاثة هي عبارة عن صورة 4x4 بكسل، يعني عندي 16 بكسل مكون لهي الصورة، 16 مكون لهي الصورة، 16 مكون لهي الصورة. الثلاث صور مختلفين تماما، فيش تطابق بينهم ابدا، تمام؟ لكن لو عديت اللون الاسود هذا 4 4 4 4، لو عديت الدرجة هذه 2 2 2، لو عديت الدرجة هذه 6 6، وهنا 6، الأبيض 4 4 4. فبالتالي لو أنا رسمت الهيستوغرام تبعي ثلاث صور راح يطلع نفس الهيستوغرام. بالتالي different images، ثلاثة three different images that have the same histogram. هنا الفكرة إنه أنا ممكن ماشي افهم توزيع الالوان في الصورة، لكن كمعالجة صورة او كبحث عن الصورة من خلال الهيستوغرام بحكي انه احيانا وفي حالات مش اقول نادرة، لكن في حالات ممكن تمر علي انه انا الاقي اكثر من صورة مختلفة تماما لكن الها نفس الهيستوغرام، تمام؟ نفس الهيستوغرام بيكون متطابق او يعني بدرجة كبيرة جدا متشابه مع صورة تانية. فما بجيش من برا انا اقول انه هذه الصورة ايش الكونتنت اللي فيها. الهيستوغرام بيعطيني معلومات لكن ما بيحكم ليش على محتوى الصورة ابدا. وزي ما شفنا هذا المثال الثلاثة لهم نفس الهيستوغرام. ان شاء الله تعالى في يعني نكتفي بهذا القدر للمحاضرة اليوم. مستنى إجاباتكم على الأسئلة اللي في المحاضرة الماضية وفي المحاضرة هذه إن شاء الله تعالى، على أساس إنه نخدهم ونستفيد منهم في الكيس ستاديز في اللقاء الجاي إن شاء الله. بتمنى لكم التوفيق ويعطيكم العافية.